نشرة الأخبار المحلية تأتيكم مباشرة من ولاية البويرة، نستهلها بأبرز العناوين. الأمين العام لولاية البويرة يشرف على الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للشهيد. عملية التهيئة والترميم تشهدها عدة مدارس ابتدائية من بلديات الولاية تحضيرا للدخول المدرسي الجديد. مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبويرة يطمئن المستهلك بوفرة المنتوج. غلاء في أسعار فاكهة التين الشوكي رغم الوفرة الكبيرة هذه السنة. وفي الرياضة، رياضيون مصارعون في الفنون القتالية يتألقون ويهدون الذهب للولاية والجزائر عامة. بداية بالتفاصيل، أشرف الأمين العام لولاية البويرة نيابة عن والي الولاية على إحياء ذكرى اليوم الوطني للشهيد المصادف لعشرين أوت من كل سنة. المناسبة حضرها العديد من الشخصيات والأسرة الثورية، السلطات العسكرية والمدنية وفعاليات من المجتمع المدني. تفاصيل أخرى مع الزميل سالم بالزيتون. بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد المصادف للعشرين أوت من كل سنة، أشرف الأمين العام للولاية نيابة عن والي الولاية رفقة السلطات المدنية والعسكرية على إحياء الذكرى، وتم من خلالها تكريم عائلات من شهداء الواجب والأسرة الثورية. يوم المجاهد، هذا المجاهد الذي كلما ذكر اسمه لاح في الأفق حب الجزائر وجمالها. النصر عظيم وما عسى يقول، هذه تواصل الأجيال، تواصل الأجيال نراها بأم أعيننا. حفظك الله الغائب وحفظ شعبك وأمتك الخالدة. وفي إطار التحضير للموسم الدراسي الجديد 2023-2024 شهدت عدة مدارس ابتدائية عملية التهيئة والترميم التي رصدت لها أغلفة مالية من الخزينة العمومية لتكون جاهزة صبيحة الانطلاق في الدخول المدرسي. العينة من بلدية عين العلوي. في إطار تحضيرات للدخول المدرسي إن شاء الله 2023-2024 قمنا بعدة إصلاحات وعدة ترميمات في إطار مشاريع PCD وFCL. قمنا بإنجاز مدرستين توسيعيتين بمدرسة عكريفي عمر، وكذلك ترميمات وعدة تأهيل على مستوى مدرسة العرض الأخضر. كما أكد سيدي الوالي على المتابعة الشخصية للمشاريع الخاصة بالدخول المدرسي. إن شاء الله راه كل الأمور جارية. قمنا بالتنسيق مع مفتشين ومع المدراء المدارس الابتدائية فيما يخص النقائص ودراستها ومعالجتها في ظرف قياسي. إن شاء الله الدخول المدرسي ناجح بإذن الله. احنا الحمد لله المدرسة راهي لاباس بها، مدرسة شبه ريفية جاية في منطقة خارجة عن المدينة، مزرعة فيها شوية المحيط الخارجي بما أن مزرعة تطلب النظافة تقريبا يوميا. الكهرباء موجودة، الغاز الحمد لله نقولوا في أرياحية، المديرية ما قصرتش والبلدية ما قصرتش ورانا نخدموا في أرياحية والحمد لله. في الوقت الذي يبدي فيه المواطنون استياء للارتفاع المفاجئ في أسعار البقول، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبويرة يطمئن المستهلك بوفرة المنتوج وبأسعار مقننة. التغطية للزميلة منال فراجي. في ظل ارتفاع خيالي في أسعار البقول، أبدأ المواطنون استياءهم الشديد لذلك وتصريحهم بعدم قدرتهم المادية. طمأن مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبويرة المستهلك بتوفير المنتوج بأسعار معقولة ومقننة.
بالنسبة للبقول الجافة وبعد ما السلطات العليا يعني أمرت بحصريتها للديوان الوطني، نحب نطمن كافة المواطنين أن المواد متوفرة إن شاء الله بكميات يعني بكمية معتبرة، وإن شاء الله ما كانش الأزمة هذه ما كانش أزمة. وبعد خطاب الرئيس الأخير إن شاء الله بتقريب نقاط البيع من المواطنين، ومع تعاون السلطات المحلية على رأسهم السيد الوالي تقربنا حاولنا نتقربوا يعني نقاط البيع لكافة البلديات. بالنسبة لحد الآن عندنا 5 نقاط أساسية كانت عندنا التعاونية، زدنا 5 نقاط فعلية فيما يخص دائرة الأخضرية، واد البردي، عين الحجر، الجباحية إن شاء الله، وفيها نقاط واحدة أخرى إن شاء الله في الأيام هذه راح نزيدوا نفتحوا إن شاء الله، نحاولوا نغطيوا أكثر بنسبة 80%، إذا أمكن إن شاء الله راح نوصلوا حتى 100%. كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه سجلنا يعني بارتياح عميق لتلكم الجهود المبذولة من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة على مستوى ولاية البويرة، وين شهدنا مع بعض وكما شفتوا انتم يعني الوفرة الكبيرة لدخل مخازن التعاونية، مخازن الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، عكس يعني ربما ما يروج له من إشاعات مغرضة هدفها ضرب ربما ضرب تلك الجهة أو هذه الجهة. تعرف ولاية البويرة هذه السنة وفرة كبيرة في فاكهة التين الشوكي، إلا أن سعرها مرتفع مقارنة بالسنوات الماضية. العينة من بلدية عين الحجر التي تعرف إقامة أماكن على حافة الطريق الوطني رقم 18، التغطية للزميل إبراهيم وادي مربط. فاكهة التين الشوكي أو كما يسمى الهندي، وبرغم وفرتها الكبيرة هذه السنة في ولاية البويرة إلا أنها تعرف أسعارا مرتفعة ومتباينة عن السنوات الماضية. والعينة كانت من بلدية عين الحجر التي أقيمت بها أماكن لبيع التين الشوكي على حافة الطريق الوطني رقم 18، وهذا ما نرصده في تصريحات بعض المواطنين. واش راه نقول لك خويا الهندي هذا، قلت لك راه يعني في المنطقة هنا في عين الحجر في ولاية البويرة متوفر الحمد لله. الأسعار كون نهار كيفاه، كاين وين يكون سعر معقول، كاين وين على حسب الايام. الفوائد تاعو ما شاء الله، الله يبارك، حتى انه يستخرج منه زيوت كما قلت لك، يتخرج منه زيوت عينات في القليعه تاعها في المعيشه، نقلعوها ونمسحوها ونعمروها ونجيبوها، والصحن علينها تشوف نجيبوها من بلاصه من الاخر نحولوها لبلاصه تشوف البيع. واحد يقول لك خلي لي، واحد يقول لك عيانه، واحد يقول لك نيكو سمعات، واحد الاخر المهم كيما يقول لك معيشه بقوتها. السلام عليكم. من ناحية التين الهندي يعني صناره بكثرة على كل حال، من نوعية، من ناحية الأنواع اللي فيها، يعني فيها 7 أنواع ولا 8، من ناحية الحلاوة تاعها، من ناحية الغذاء تاعها كيما نقولوا زعما مليحة لأصحاب السكر، مليحة للجهاز الهضمي، الأمورات هذو يعني. ونادوا السلطات يعني المحلية اللي راه عندنا هنايا باش تشوف فينا يعني من ناحية الفلاح في الاستثمار هذا. هنايا كاينة السومة وكاينة الجودة، النوعية ما شاء الله، الحلاوة، النوعية، الكاليتي ما شاء الله، وثاني الناس هنا ما شاء الله، الله يبارك ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في نشرة الأخبار الرياضية. بداية بالتفاصيل، حصل نادي اتحاد مصارعي الجيدو لبلدية حيزر على المرتبة الثانية حسب الترتيب العام للبطولة العربية للجيدو التي أقيمت بدولة مصر الشقيقة. النادي حصد 9 ميداليات ذهبيتين وفضيتين، وكذا 5 ميداليات برونزية. نحن نادي جيدو حيزر الذي أتيحت له الفرصة وللمرة الثانية على التوالي من أجل المشاركة في البطولة العربية المنظمة في مصر الشقيقة، والتي شاركت 18 دولة عربية. شارك الفريق النادي جيدو حيزر يوم 15 و16 أوت 2023، أين تحصلنا على 9 ميداليات
منها فضيتان، منها ذهبيتان وفضيتان وخمس ميداليات برونزية، وتحصلنا كذلك على المركز الثاني على حساب الترتيب العام في البطولة العربية. أنا المصارعة طرمول إيناس المتحصلة على الميدالية الذهبية، تحصل على الميدالية الذهبية في البطولة العربية للأندية البطل في مصر. التحضيرات التي كانت في تلك جدة ساعدتنا جدا وكانت عالية، وبفضلها تحصلنا على هذه النتائج. فرحة وفخورة جدا بهذه النتيجة، خاصة بعدما تشرفنا الجزائر وأولياء أنا، وتحصلنا على تحصل فريق على مرتبة ثانية بين 18 دولة عربية. الزول في اللون، اسمي مهني يوسف، كلاس 3 بلس دي بطل عربي دي مصر للأندية. مقبل نروح نخدم تحضيراتي تي جدة، لعب لكم بث مزوق الكويت، بعد كوك مصر وكوك مصري. ربح سنة خسر عيث خسر كوك مصر ونيفيسي سنة. مرحبا بكم، أنا المصارعة مساوي أميرة المتحصلة على المرتبة الثانية في البطولة العربية للأندية، وكما أنني فخورة بفوزي ولكل أصدقائي، وأتمنى هذا الفوز أن يكون أملا في المستقبل. رغم الصعوبات التي يواجهها البطل ياسين حديوش من بلدية عين العلوي، إلا أنه استطاع أن يخطف الذهبية وينال حزام البطولة العالمية لينصب نفسه بطلا عالميا في الفنون القتالية المختلطة بالبطولة العالمية التي أقيمت بدولة مصر الأسبوع الماضي. السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في الدار قناة الأنوان. الحمد لله رانا ولينا من مصر، تحصلنا على المرتبة الأولى بطولة العالم في الاحتراف أو التيتر، وعندنا واحد لمدة 3 أيام اللي جينا. كان عندي شويه صعوبات في السفر، اجلت كاين بطولات اجلت فيهم، بطولات العالم كاين بزاف اللي اجلت فيهم ورش فيهم، بين كان عندي شويه بروبليم على السبونسور. الحمد لله دوكا رانا مع السبونسور وتكلنا على ربي وكنا محضرين، كان خاص سبونسور دوكا رانا الحمد لله كي رحنا لقينا ريزيرتا. المهم المنازله تاعك كانت وكيفاش كانت؟ المنازله تاعي كانت مع واحد بطل عالم في بطل اوروبا، فهو بولندي، 6 خطرات بطل اوروبا في بولندا، ويعني كان ملاكي يعني كان هو الله يبارك يخدم وكلش، واش هي كان عندنا عوامل اللي ساعدتني، من عوامل العمر سمنا صغير عليه، من عوامل التحضيرات كنت محضر عليه، من عوامل كان بزاف ورب سبحانه ثانيت. وهكذا نصل بكم الى ختام نشرتنا الرياضيه لليوم، شكرا لكم على طيب المتابعه والى اللقاء. وإلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام عددنا الإخباري، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.